سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنبغي نقول لكم بلي الامانه ديالي وصلت. واش غنقول لكم؟ والله الا كيف ما شفت هذاك الخاتم في اللايف، يعني ها هو قدامي كيف ما شفته، وباللي عجبني بزاف بزاف، والله الا بلي زوين ورائع جدا وصحيح، يعني كيف ما كيقولوا، يعني هاد الناس والله ما كيكذبوا، يعني كيقولوا الصراحه، وباللي راه غزال. وهانتوما تشوفوا الكادوات اللي وصلوني، قالب ديال السكر الله يخلي لي منها كلها حلوه ان شاء الله توصيل. وباللي نزيدكم حاجه اخرى، باللي راه رخيص يعني بثمن مناسب جدا، يعني شخلها حتى الفقير اللي مسكين ما عندوش حتى هو يقدر ياخذ ذهب 23 ريال، يعني شي حاجه اللي رخيصه بزاف. والله كنبغي نشكرهم بزاف، وكنبغي نشكر الاخت فاتين الله يعطيها الصحه وعلى الكادوات، والله يفك وحيلها على خير، والله يعطيها شي بنيه ان شاء الله. وكنشكر الاخت سعاد اللي واحد الانسانه خلوقه جدا جدا وطيبه، يعني وعندها الخاطر بزاف، وكتبقى متواصله معك حتى كتوصلك الامانه ديالك. كنبغي نشكرها بزاف، وعيطت لي هذا الصباح في البوسطه سولاتني مسكينه، قالت لي واش توصلتي بالامانه ديالك، يعني واحد الناس اللي شغنقول لك الله يعطيهم الصحه والله. ونشكر الاخت زينب حتى هي اللي كانت عيطت ليا، كنشكرها بزاف. ها نتوما كتشوفوا البنات، وكنقول لكم البنات اللي باقا ما خداتش واللي باقا ما زعماتش، والله الا غير زعم، يعني انا غير حتى انا بحالي بحالكم، غير زابونه ما عندي لا اناقه لا جمال، انما والله الا سي فغي، يعني شي حاجه اللي زوينه. انا ديجا خديت عندهم سلسله وعجباتني، وهنا عاودت خديت الخاتم، وان شاء الله كنتمنى ديما نبقى على تعامل معاهم. وشكرا للبنات بزاف.